الإمام الحسين والإمام علي كرم الله وجهه، يعني مش بس قدوة لإبراهيم، قدوة لكل شهدائنا، قدوتنا في الصبر، قدوتنا في الجهاد، قدوتنا في النضال. إبراهيم الله يرضى عليه مظبوط وشم على إيده سيف ذو الفقار، وكتب عليه لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وكان يحب سيدنا علي كتير كتير، يقول لي سيدنا علي بطل من الأبطال اللي إحنا بنفتخر فيهم، بنرفع راسنا فيهم، وبنحب إنه أبنائنا يكونوا قدوة لإنهم. سيف سيدنا علي وشجاعة سيدنا علي وسيدنا الحسين سلام الله كانوا موشومين وشم بقلب إبراهيم، معلش قامهم عن إيده بس كانوا في قلبه الله يرضى عليه، وهن قدوة لإلنا، قدوة لكل المجاهدين.